طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. وكل من قال أشهد أن عليا ولي الله انحسب على ملاك علي بن أبي طالب، وخصوصا مو من الرعية من الحكام. الآن جماعة بعض المنطقة الخضراء، بعض جماعة هم يقعدون مجالس ويعزون ويلطمون ويبكون بكاء دموع تماسيح وسباح ولحم ما اعرف ايش، واغلبية و 183 نائب، وكلهم اذا صلوا يصحون يشهدوا ان علينا ولي الله. من قمة الهرم، من رئيس الوزراء الى اصغر نواب، السيد رئيس الوزراء هم يقول اشهدوا ان علينا ولي الله، يعني محسوب على ملاك علي بن ابي طالب. شون حكم البلد بثمان سنوات ميزانية انفجارية، باقت الميزانية وراحت ببطون الحرامية، وهسه لما صار التقشف قاموا يطلعوا من رأس الفقرة. وعنك انت ابو يد من حديد، طلع شو انها اليد من حديد، شو يد بلاستيك ماكو. الى الان هذا نهر العشار خلوه للفضلات الخارجية، لو ظل على صدام اشرف لنا، صدام قلاة كان يفتح لنا الماي وتخلي الفضلات تطلع، وهذا كله سموم وامراض واوبئة على البصرة وأهل البصرة. حكومة حرامية الله بلا نبيكم، لا أنتم نظام علماني، لا أنتم نظام اشتراكي، لا أنتم صبغة دينية، لا أنتم يهود، لا أنتم نصارى، لا أنتم بوذ، لا هندوس، لا ماسون، أدى أعرف ملتكم شنو. علي بن أبي طالب يبرأ من كل ظالم، وأنتم تبر منكم، خلق لكم من هسه، وحسبنا الله ونعم الوكيل عليكم وعلى كل ظالم وعلى كل فاسد وعلى كل من يريد سوء بأهل لا إله إلا الله. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. نبدأ بموضوع إعادة الإعمار والتعويضات في محافظات العراق، خاصة في محافظة نينوى ومحافظة الأنبار. مجلس محافظة نينوى اتهم وزارة الهجرة والمهجرين بإعاقة صرف أكثر من 180 مليار دينار عراقي خصصت سابقا من أجل إغاثة النازحين من المحافظة. عضو المجلس خلف الحديدي قال بأن الحكومة سبق وأن خصصت أكثر من 180 مليار دينار عراقي لتسهيل عودة النازحين إلى المحافظة وتأمين احتياجاتهم الأساسية، إلا أن وزارة الهجرة والمهجرين لم تصرف أي مبالغ للنازحين رغم قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية. طبعا في الأنبار، مصدر في مجلس محافظة الأنبار كشف عن وجود فساد مالي وإداري كبير في ملف تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية. مصادر صحفية نقلت عن عضو في مجلس المحافظة قوله بأن عددا من ممن لديهم نفوذ سياسي ومصالح حزبية ودعم من جهات مسلحة وميليشيات قد استلموا كافة المبالغ والتعويضات المالية على الرغم من عدم تضرر منازلهم ومعاملهم ومحالهم التجارية وترك المواطن المتضرر جانبا دون أي تعويض. أكد عضو مجلس المحافظة أن أكثر من 40% ممن استلموا التعويضات المالية للمتضررين هم من مسؤولي الأنبار. معنا اتصال أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب. أبو زينب تسمعني؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، يا هلا بك. الله يسعدكم. يا هلا بك، أهلا وسهلا أبو زينب، تفضل. والله يا انتم طلعت قلوبكم واحنا طلعت قلوبنا من الوضع المزري هذا. نعم، يعني دمرنا، ما كل شيء ما شفنا. يعني هسه السياق المعمول به انه يصير الانتخاب، واول ما يشكل هو بالتصويت وكذا ثلثين او نصف زائد واحد اللي هو رئيس مجلس النواب. نعم، ثم بعد ذلك ينتخب رئيس الجمهوريه، وبعد مده يعني عام 15 20 يوم شهر ينعقد المجلس ويقدمون المرشحين رئاسه مجلس الوزراء. المره ماكو راسا، بس انتخبوا برهم صالح قالوا كلف عادل عبد المهدي برئاسه مجلس الوزراء. طيب شلون؟ ما هذا مخالف للقانون والدستور. ثم عادل عبد المهدي هو شنو يعني؟ هو من نفس القافين هذول الموجودين، هو الغرض المفروض بالانتخابات على اقل تقدير هذول اذا مو كلهم فثلثين، هم انه تتغير وجوههم،
خلي نقول دماء جديده لذول ما قدموا شيء للعراق من 2003 الى الان، فقط نهب وسرقات وقتل وترويع وتهجير. شنو اللي بنوه؟ كل شيء ما حصلوا، وراح ايضا يطوق وعود ويطوق اكاذيب ومده شهر ومده شهرين وجربونه. طيب وين صارت، وين صارت فتوى المرجعيه بان المجرب لا يجرب وهم مجربون من عام 2003 الى الان؟ كلهم دولة ما يصلحون، هذول كلهم اكسباير، مجرد مثل بيادق الشطرنج. يعني تغيير مناصب ومواقع ليس الا، كل شيء ما حصلنا يعني تدمر العراق بهم، لا بنى تحتيه. زين الان يقول لك انه موازنه 2019 راح تقر على اساس 60 دولار للبرميل. طيب ما البارحه وصل البرميل النفط 85 دولار ونص. زين على افتراض انه نخليه معدل ما بين ال 70 الى ال 75، خلينا نعتبره على ال 75 لان يوصل 82 85. هذا الفارق بين ال 75 وبين ال 60 دولار اللي يريدون يقرون عليه الموازنه. ها؟ يعني 15 دولار باليوم، والعراق يصدر باليوم 10 ملايين برميل يعني يوميه. نعم. هاي وين راح تروح؟ بجيوب من؟ على الشعب ان يعي هذه الحقيقه، وانه لان الان نعم. نعم ابو زينب. ابو زينب تسمعني؟ عبد المهدي وشكرا. اشكرك ابو زينب من النجف كان معنا. طبعا اللي صاير بالانبار بموضوع التعويضات خاصه اللي عنده واسطه، اللي عضو بالمجلس المحافظه او المجلس المحلي لاقضيه الانبار يحصل تعويض حتى اذا بيته ما صاير بي شيء. اما المواطن البسيط اللي يدمر بيته اللي تفلش بيته ما يحصل شيء. والنوع فوق هذا الناس تتكلم عندما تذهب الى موضوع التعويض الى الجهه المسؤوله عن منح التعويضات، يقول له انت مثلا لك 100 مليون تعويض او 50 مليون، انت تاخذ من عندهن من ال 50 تاخذ 12 ونص بس، ما تاخذ حتى بيت النص ما تاخذ. يقول له شلون هاي مصروفت لي انا 50 مليون، اللجنه اللي جتي وكشفت طلعت لي 50 مليون، انا عندي دمار شامل كامل بالبيت. يقول له هذا الموجود يعجبك اخذ 12 ونص، ما يعجبك ماكو فلوس. اما المسؤول واللي عنده قرابه مع المسؤولين ومع الاحزاب ياخذ فلوسه كامله مكمله وبيته كل شيء ما صاير بيه او معمله او محله تجاريه. هذا اللي صاير بالانبار في محافظه الانبار. اذا جينا على موضوع الحكومه وتشكيل الحكومه، محمد من البصره، تفضل محمد. الله يسعدك استاذ عمر، حياك الله يا هلا بيك، اهلا وسهلا بك. تحية وألف تحية إلى قناة الرافدين. حياك الله يا هلا بيك. تحية إلى المجاهد مثنى حارث الضاري، ورحمة الله على المرحوم حارث الضاري. الله يبارك فيك، الله يرحمه. رحمة الله عليه. يا أستاذ عمر، إحنا أهل البصرة بالنسبة إن طبعاً شغلتنا جماعتنا كانوا بصراحة نايمين. يعني نومة عميقة ما يدرون، يعني أنتوا بصراحة قناتكم اللي هي شويه خلت الناس توعى على هاي الوضعيه. نعم. زين، وخلت الناس شويه واعيه، ولو هنا اكو ناس شويه هم اكو جهل واكو شغلات واكو هذا، لكن يعني شيء احسن من شيء، شويه الناس وعت، يعني مو مثل الاول. زين، بدليل يعني انتم قبل انا طبعا متابع قناتكم من زمن بعيد بصراحه. نعم. كانت اكو ناس تطلع تتهجم تعون نفسهم من اهل البصره، بس هم كذب، مو من اهل البصره، غالبيه منهم بصراحه تبعيه الى ايران صراحه يعني. نعم. بالنسبه لايران مسميه نفسها الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه كتسمية القاعدة. القاعدة أيضا هم تسمي نفسها تنظيم الدولة الإسلامية. أنت إذا ترجع للمعادلة هي نفس المعادلة، يعني ماكو فرق، هاي التسمية عن هاي التسمية هي نفس الشيء. هذا واحد. اثنين، وزير هنا رئيس وزراء
طبعا هذا وزير اللي اسمه عادل مهدي. هذا عادل مهدي هو اول شيء حرامي فاسد، وكان في وزارات عده منها على ما اعتقد الماليه والنفط، والملقب باسم عادل سويه. هاي الشغله. الشغله الثانيه، قبل كم يوم يمكن على ما اعتقد قبل يومين، سفير الاتحاد الاوروبي جاء هنا للبصره وشرب ماي من مياه البصره، استمم. زين انا اسال، زين انا اسال، اين شربت عبيد حمود وزيره خراب البصره؟ ويسمونها وزيرة الصحة، أنا بالنسبة لي ما أسميها وزيرة الصحة، أسميها مديرية خراب الصحة. زين، هاي أهم شغلة. الشغلة الثانية، هنا عندنا الميليشيات مال إيران تريد، طبعاً هسه تريد تسوي دايزم جديد، وهو تريد إعادة الحرس الثوري في محافظة البصرة. يعني شلون هذول القوات الباسيجي اللي موجودين بإيران يحفظون حفظ النظام مال خامنئي؟ يعني زين شنو يعني انتم اللي عمي، احنا ناس اول شيء عرب، ثاني شيء عراقيين، زين، وانتم يا العجم ما تشرفونا، احنا اهل البصره، زين، ما نعترف بيكم ولا نريدكم ولا نريد اي ايراني ولا مسؤول ايراني ولا تبعيه الى اي واحد تابع لايران، زين؟ نعم. زين محمد، انت برايك هاي حكومه عادل عبد المهدي راح تسوي شيء للبصره؟ موضوع المياه، هذا تحدثنا على موضوع المياه. نعم، على المياه لا يزال بعدها مالحة. هو جزء، هو بالنسبة لعادل عبد المهدي جزء من منظومة الخراب. هم كلهم خريبة، هم نفسهم طلعوا بالتلفاز أكثر من مرة وقالوا إحنا فاشلين. يا أخي هسه الفاشل غير، مثلا طلع هذا شو اسمه، هذا عامري، وقال إحنا بالنسبة لنا فشلنا ووصلنا العراق الى جوع والى مرض والى شنو، انت بعدك متمسك بالسلطه. لكن بصراحه العتب مو عليهم، العتب على هاي الملالي اللي قاعده بالنجف. زين انتم شنو هذولي؟ طلعوا لنا شغله اسمها مجرب لا يجرب، والا هم نفس الزمره شايفه حشاش. زين اللي رجعت لنا تحكم البلد، هذا ما يصير. عمي احنا شعب نريد كرامه، نريد حريه، نريد خدمات. نعم، الله يعينكم ويفرج عنكم. محمد من البصرة كان معنا من البصرة كذلك أبو مريم. تفضل أبو مريم تسمعني؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، يا أهلا بيك، تفضل. شلونك أستاذ عمر؟ الله يبارك فيك، حياك الله. يا أهلا بيك. تعقيب على الأخ اللي قبلي على إيران وكذا، ما إيران حبيبي. نعم. أستاذ عمر، بالإنسان ولا أمور العراق، هاي شغلة كذبة ماشي. فأنا عندي بعض الأمور أبدأ أسمعها الشبابنا العزيز. نعم. مثلا بداية الثورة بعد عبد السلام عارف اللي اسمه شبكة تجسس بالبصرة، بالكنيسة بالجزارة اللي اسمه منه بيها بيت الحكيم وبيت جيته وزكي زيتو، هاي الأسماء نتذكرها، خلي يسمعون الشباب. التبعية الإيرانية اللي بالعراق هم اللي يحفرون ويدبرون، اللي يسمون النظام السابق سفرهم من البصرة. فمنو هم دول؟ أولاد ذاكول هم ولاهم الإيران وكفى. نعم. زين، بعدين من نجي الى مرحله الحرب، هل يدرون انه ضربوا المدرسه المستنصريه وسووا تفجيرات والقصف على بدر وجصان وعلى سيف سعد؟ يلا بدت الحرب والعراق التمسهم، بس هم مصرين. فحبيبي اللي احني مثل هيك اشخاص ولاهم مو للعراق، بدليل حشاك هسه قبل شوية الفيديو طلعتوه على المذابل يعني هذه شو تسميها انت؟ اكو واحد يحب بلده، يحب بيته، يسوي هذا الشيء؟ اذا ولاهم مو للعراق وكفى، باختصار.
والسلام عليكم جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو مريم من البصرة كان معنا. اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تحدثت عن رئيس الوزراء الجديد في العراق وقالت بأنه لن يكون قادرا على فعل أي شيء لتغيير واقع البلاد وتنفيذ إصلاحات بسبب تضارب أو تضاربه مع المصالح الحزبية. أضافت الصحيفة في تقرير لها بأنه رغم اختيار عادل عبد المهدي كمرشح وسط بين الأحزاب الشيعية المتناحرة كما أسمتها، لكن رئيس الوزراء الجديد لن يكون لديه مجال كبير لمعالجة الاضطراب السياسي والاقتصادي المتزايد في البلاد. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا بك. قناة الرافدين وكل أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. يعني أنا أقول والله للأسف يعني أكو دول ساعدت العراق بمبالغ ضخمة لأجل إعمار المحافظات هاي اللي دمرت، لكن الفائزين بالحكومة استولوا عليها وتركوا المحافظات على حالها وتركوا المهجرين والنازحين لحد الآن يعيشون بالمخيمات وما مهتمين بس بطريقة أموال الشعب. وهم يشوفون عشرات الآلاف من مواطني محافظة البصرة يستممون ويموتون بالمي الملوث وما اتخذوا أي إجراء، يعني ننتظر من عندهم يعمرون محافظات؟ ما معقولة، ما حد ينتظر من عندهم خير. يعني الدول المانحة اللي مؤتمر الكويت سلمت العراق 30 مليار دولار وين راحت؟ منو أخذها؟ جيوب منو صارت؟ ولويش نطوها الدول المانحة للعراق؟ أي محافظة عمروا بيها؟ يعني الله وكيلك أستاذ عمر، هم همهم بس يسرقون، وحتى إذا يملك مئات الملايين يريد مئات المليارات، ما بيهم واحد شريف، الله وكيلك، كلهم فاسدين. وهذا مثلا الحلبوسي من كان محافظ للأنبار، شنو اللي سواه بمحافظة الأنبار؟ شنو المناطق اللي دمرت وعمرها ووفر لها خدمات؟ منين دفع 30 مليون دولار واستلم المنصب ماله؟ يعني منو راح يحاسب السراق والفاسدين أستاذ عمر؟ يعني نبقى إحنا بهالحالة هاي، يعني مستحيل راح يتغير شيء، وخصوصا أستاذ عمر بوجود هاي الأحزاب. وسمعنا بالأيام المضت شلون مقتدى الصدر من طلب أن تكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط، وطبعا هاي سمعناها هواية من مقتدى. شفنا شلون طلعوا الفاسدين والمجرمين من تيار الحكمة وقالوا ما يصير بهذه الكوادر الحزبية من الوزارة الجديدة، والكل يعرف ورؤساء الكتل نفسهم يعرفون بأنهم فاسدين وما يهمهم غير بس مصالح أحزابهم ومصالحهم الشخصية ومصالح عوائلهم. نعم. وشفنا شلون بأول اتفاق بين عادل عبد المهدي والأحزاب المجرمة اتفقوا على عدم فتح أي ملف فساد لأي شخص شغل أي منصب بالحكومات السابقة، يعني نور المالكي وابنه ونسيبه وأقاربه اللي نهبوا خيارات البلد ودمروا واعتقلوا وعذبوا بالمواطنين، خلاص ماكو أحد يحاسبهم. وطبعا أيضا إبراهيم الجعفري وصولاه وعمار اللي استولى هذا عمار على كل الكرادة وغيرها ببقية المحافظات، أمنوا ماكو أحد راح يحاسبهم. والعجيب لحد هسه هم ينهبون وراح يفسدون أكثر لأن مأمنين ما وراهم حساب. منو راح يحاسب مقتدى على الجرائم اللي قامت بيها ميليشياته من كان اسمها جيش المهدي إلى هسه؟ منو راح يحاسب قيس الخزعلي وهادي العامري وبقية قادة الميليشيات اللي عاثت بأرض العراق فساد وحرقت الأخضر واليابس؟ منو راح يحاسب وزراء الكهرباء والصحة والتربية والتعليم؟ انتهت أستاذ عمر، ماكو محاسبة. واللي سرق ونهب وخطف وعذب وقتل وهجر بمأمن هسه من العقاب، وأكيد راح يستلم منصب بالوزارة الجديدة. 4 سنوات والعبادي فطر أدمغتنا، راح أضرب بديد من حديد على الفاسدين وراح أحارب الفاسدين وراح أسوي بالفاسدين وراح نقدم الفاسدين للقضاء، وهو يعرف بأن اللي على رأس القضاء العراقي المجرم الفاسد مدحت المحمود، والكل يعرف منه مدحت المحمود. وما شفنا العبادي ضرب بإيد من خوص مو من حديد ولا من خشب على الفاسدين. الله وكيلك ما بيهم شرف شريف ولا بيهم نزيه، يطلعون قوتهم بس على الفقير ويعاقبون طفل يعني مدت ايده على علب كلينك ويعاقبوه بالسجن، وتاركين المالكي اللي سرق كل خيرات البلد
هو وابنه وبقية أتباعه بدون مساءلة. نعم. والشعب يطلع بس يستنكر، والشعب يطلع بس يريد خدمات، والشعب يطلع بس يصيح هيهات من الذلة، ويطلع السيستاني يقول المجرب لا يجرب، وهو يعرف عادل عبد المهدي شلون كان سابقا وبعدين من خلى عن الكتب مالته وتخلى عن الحزب ماله أبو ناصر ورجع حتى يستلم منصب رئيس الوزراء. موضوع التعويض مثلا بالأنبار، إذا تحدثنا على محافظة الأنبار، يطلع لك ألف تأخذ ربع، يطلع لك مية تأخذ ربع، هاي موجودة من البداية أستاذ عمر. نعم. يعني من البداية موجودة، من كانت القوات الأمريكية موجودة بمحافظة الأنبار، وأنا واحد من أبناء محافظة الأنبار، ودمرت. نعم. بيوتنا ودمرت محلاتنا، ورحنا قدمنا معاملات تعويض وساومونا عليها وجيبونا صور عن الآثار الدمار اللي حصلت بدوركم. اي ماشي، بس بوقتها انصرف التعويض. هسه الجماعة الجماعة كل التعويض ثلاثة أربعة ياكلونه مع العلم، يعني مصروف هو. هم هم كانوا يساوموك نفس المسؤولين اللي موجودين بمحافظة الأنبار، وهسه رجعت نفس الحالة لكن بأكثر فساد. نعم. يعني إذا إلك 50 مليون يقول لك تأخذ 15 أو تأخذ 12 مليون وتكتفي، يعجبك يعجبك، ما يعجبك تفضل روح. يضطر المواطن وين يروح؟ طبعا راح يستلم هالمبلغ هذا اللي هو ما راح يكفيه لبناء بيته. يعني كلها فازين أستاذ عمر، ما نتأمل من عندهم خير لهذا البلد. نعم. مستحيل يقدمون شيء لهذا البلد ما دام القضاء نايم والقضاء مسيس. أمنوا من العقاب وأمنوا من الحساب واتفقوا بيناتهم، أي واحد سرق نهب قتل ما راح يتعاقب ولا راح يقدموا للقضاء، وحتى إذا قدموا للقضاء موجود القضاء الفاسد اللي عندنا اللي راح يطلع براءة ولا أحد يتحرش به ولا أحد إلى علاقة به، واحتمال رحمي يستلم منصب بهاي الوزارة الجديدة وكأنه كل شيء ما صاير. نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، اللي هذول دمروا البلد، والله العظيم دمروا أعصابنا ودمروا البلد ودمروا العوائل ودمروا كل شيء زين بالعراق، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. نعم أبو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين، نقرا بعض رسائل واتساب يقول السلام عليكم. الحكومه مهما تشكلت وممن تشكلت فكل الوجوه سابقا هم كانوا يتسيدون على مناصب سياديه، وجميعهم كما يقول حراميه، كل شيء ما تغير ويبقى الناعور يدور ويفرغ بجيوبهم ويرجع فارغ الى الشعب. ويضيف التظاهر يبدا من بغداد ويبقى داخل بغداد، ولا حل الا باقتلاع رؤوس الفساد. رساله اخرى يقول فيها السلام عليكم، يقول بأن المسرحيات التي يصنعها أذناب إيران في إدارة أزمات العراق مستمرة ولن تتوقف، والمعاناة مستمرة في بلدنا، وحتى التغيير المزعوم الذي سوف يحدث في عهد ما تسمى بحكومة عادل عبد المهدي هو هواء في شبك. مع الأسف وصل الحال بالعراق إلى أدنى المستويات، المختار من بابل. معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. عليكم استاذ عمر، حياك الله يا اهلا بك. شلونك؟ هاي تحيه. اهلا وسهلا بك مشاهدينك الكرام والى قناتكم. اهلا بك، حياك الله. بالنسبه لليوم، اول شيء خلينا نتكلم عن عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي هو مرشح حتى يرضي امريكا ويرضي ايران.
نعم. وكذلك انه يعني هي مجرد تغيير الوجوه، انه حتى حزب شو اسمه حزب الدعوه ما يتولى السلطه بالعراق مره ثانيه. نعم. لكن لحد الان الثقافه الموجوده عند الساس العراقيين الجدد انه لا يوجد حزب معارض، هذا واحد. اثنين، الحكومه من تتشكل لازم لي احصى بها. السبب طبعا هو مو حتى يصير له حصى بها حتى يخدم الشعب العراقي، لا بالعكس، له حصى بها حتى مثلا يمول الحزب اللي هو تابع له، يمشي الامور اللي واقفه ومتعلقه. همينه يساوي انطيني وانطيك، اسكت عن صاحبي وانا اسكت عن صاحبك، خلي وزير يشتغل بكيفه وانا اشتغل بكيفي. هذا توزيع المناصب. اما اليوم الدعوه الى تكنوقراط وعادل عبد المهدي هو اللي يشكل الحكومه، هذا من المستحيل. وحتى انا هو بدا النزاع عليه من اليوم يقول لك والله كل واحد يقول انا اللي رشحت عادل عبد المهدي. سائرون يقول احنا رشحنا عبد المهدي. دولة القانون يقولون احنا اللي رشحنا كتل الاكبر. اللي محسوبين على اهل السنه من السياسيين يقولون لا هو شو اسمه هو مو من الكتله الاكبر، هو رشح من قبل الفائز فازت بالانتخابات انهم سائرون والفتح. فهذه اول الخلافات. ثانيا يعني هل نتوقع انه يكون الوزراء من خارج البرلمانيين الموجودين؟ هل نتوقع انه الوزراء يكونون يعني جدد ما متولين مناصب سياديه او مناصب وزاريه سابقه؟ طبعا لا. توزيع المناصب، توزيع مناصب، هناك وزارات سياديه وهناك وزارات خدميه. الكل الان يركض على الوزارات السياديه اللي هي وزاره الخارجيه، الماليه، الدفاع، الداخليه، كذلك المحاصصه. راح تغيب؟ اكيد ما راح تغيب. انه وزير الخارجيه يكون من الشيعه او الاكراد، وزير الدفاع يكون سني، وزير الداخليه يكون شيعي، هذا كله ما راح تغيب. هذه كلها يعني الامور كلها بس مجرد تسكين، مسكنات تعطى اوبر للشعب. ثانيا الان هناك وضع بالعراق، العراق عنده يعني مرض اليوم التسمم العام، وصل الى تقريبا حوالي نصف مليون شخص اصيب بحاله التسمم. نعم. شنو الان سواء الحكومه الحاليه او الحكومه القادمه شنو اللي سوته؟ هل يعني قدموا مقترحات؟ شافوا الاسباب شنو؟ وقاعد المرض ينتقل من محافظه الى محافظه، والسبب هو مو مثلا لا سامح الله، اصبر الله يبعد عن العراقيين، انه مثلا مرض متفشي، لا، بسبب السلطات المحليه، تلوث المياه، لانه ماكو معالجه. طيب ليش الان طلع في هذا الوقت؟ ليش بعد ما ليش اشغلوا اهل البصره بهذا التسمم حتى ما يطلعون للمظاهرات وما يكملون مظاهراتهم؟ وهذا السؤال اللي ينسال، انه ليش في هذا الوقت؟ يعني هذا امر مدبر، بعد انه ما الحكومه والسلطه المحليه اهتزت بسبب انتفاضه اهل البصره، اهل البصره طلعوا لهم هذا المرض حتى يشغلون اهل البصره. هذا التسمم موجود اليوم، الكلور سواء زايد او ناقص بالماء، لا. فلذلك اخي الكريم انه هذه حتى الحكومه ما راح تختلف عن الحكومات السابقه، سيبقى الوضع مزري. وثانيا شنو البرنامج الانتخابي يعني؟ طيب عادل عبد المهدي من اجى عنده برنامج انتخابي؟ لا ما عنده، رجل ما منتمي لاحد. نعم. هو طلع هو معروف يعني ماضيا انه كان شيوعي، بعدين صار انتمى راح لايران وتربى بايران وصار مع البعث الشيوعي الى المجلس الاعلى. بالضبط، مجلس الشيوع مع مجلس اعلى، بعدين صار ويا الحكيم، من مات الحكيم طلع من عنده، بعدين صار بوحده. هذه كلها امور. طيب شنو برنامج انتخابي؟ لحد الان هو حتى ما قدم برنامج انتخابي له. زين اي برنامج انتخابي راح يتبنى؟ برنامج انتخابي لسائرون، للفتح، للقانون، يعني لحد الان ماكو شيء واضح بالعراق. حتى لقاءاته اليوم جاي يلتقي مع المكونات او الكتل الفائزه بالانتخابات. طيب هل تبنى برنامج انتخابي ولا هو يعني مثل ما يقول ان هل زراعه الديم؟ نعم، ذب الحنطه وذب الشيء وربك كريم ان شاء الله. ما يصير. المفروض هو الان يعلن برنامج الانتخابي، يقول هذا برنامج الحكومه اللي راح امشي عليه وراح احقق هذه الامور. ومن هسه سائرون قام يقول والله السنه ننطيه اذا ما سوى برنامج الانتخابي وما قدم نعم العفو وما قدم خدمات راح نشيله.
شنو السنه شنو راح يسوي اذا هو صحيح وطني وراح يشتغل للعراق؟ نعم، واليوم يعني يتحدث نائب عن كتله الصادقون التابعه لميليشيا العصاب يقول اي مستقل، نعيم العبودي طبعا، يقول اي مستقل سيتسلم منصبه في الحكومه القادمه سيفشل. ليش؟ شنو قول شنو السبب؟ طبعا يقول لان المستقلين اثبتوا فشلهم. هو وين اكو مستقلين بالحكومات السابقه؟ شوف العكس، حزب الدعوه يعني اخذها وراث. نعم، كل شيء ما حقق غير المفروض ينشال. طيب وزاره الخارجيه اول ما كانت للاكراد وكل السفراء وغيرهم للاكراد، بعدين اجى شو اسمه الجعفري عين ابو الابتدائيه وابو والمتوسطه، عينهم بالقنصليات وبال يعني توقع تجي هنا لبريطانيا تدخل على السفاره تقول لك واحد يحكي انجليزي ماكو. نعم. طيب انت شلون راح تقدم مراجعينك؟ نجي نقابلهم ما حد يستقبلنا. نعم. هي هذه الحكومه كل وزاره تجيب جماعتك وتعال، كان يعني حصه ابوه واخذها. زي وين هم المستقلين؟ انطينا مستقل واحد. نعم. انا اقول لك يمكن تروح لوزاره البيئه، هذا اللي وزارات اللي ما بيها فلوس على قولتها ما يستفاد من عندها، هذا يذب لك مستقل عليه وقال هذا حكومه تكنوقراط. زين حاسب. نعم. الحكومات السابقه ايش سويتوا؟ شنو اللي قدمتوه؟ ليش ما نفذتوا برنامجكم الانتخابي؟ يعني تقصد ابو علي حكومه التكنوقراط مثل وزير النقل اللي جاب لنا العبادي كاظم فنجان؟ هذا شو اسمه؟ هذا اساسا حتى تاريخ ما يعرف. نعم. وصلنا السومريين قبل كان عندهم طيارات وفضائيين وما ادري شنو. نعم. اخي حتى من يجيبون المستقلين ترى المستقل متاثر بافلام حرب المجهول ما يشتغل. نعم. بالضبط، يعني كان شو اسمه مؤلف هذا السلسله ستار المسلسلات. نعم. حتى المستقلين اخي الكريم من يجيبهم يريد يشغلهم وياه بالحكومه، اذا ما هو راضي عليه ما راح يشتغل. زين هم منو جابهم من برا؟ عندنا تدري هنا في عندك في مجموعه كبيره من الدول الاوروبيه وامريكا هناك ماسكين شركات، جيبهم خلي يشتغلون ويعطونك برنامجهم اللي راح يشتغل به الوزاره وحاسبهم. نعم. اما تجيب لي واحد انت ما يعرف وزارته شنو يشتغل بها، هذا اجى فنجان باقي الاثار وراحت. نعم. شنو سووا؟ مو بس فنجان وغيره 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 اخ كريم. فهو قلت لك هذا عادل عبد المهدي مجرد يعني شخص تسويه لا اكثر ولا اقل. قالوا لا حزب الدعوه ولا السائرون راح يرشح، وكل طبعا كل كتله تدعمها دوله والدوله ما راضيه عليه. نعم. فهم قدموا، واعتقد حكومه مثل ما الحكومات السابقه راح تفشل فشل ذريع، وما حد يقول ليش وما حد يحاسب، واسكت عن وزيره واسكت عن وزيرك. نعم. نعم. الله يعينك. أنا أشكرك أبو علي من واسط كان معنا. طبعا كذلك تحدثت اليوم صحيفة تليجرام الكندية، تحدثت بأن الحكومة المقبلة في العراق لن تختلف عن سابقاتها حيث مثلت إعادة تدوير للوجوه السياسية. أوضحت الصحيفة بأن الفساد في العراق بات نظاما متكاملا لا سلسلة من الجرائم الفردية، وسوف يقاتل المستفيدون من هذا النظام للحفاظ عليه، كما أن الأحزاب تمارس الفساد المالي والإداري لبناء قاعدة دعم كبيرة من خلال الرشوة، وفي الغالب تكون على شكل وظائف. موقع أتلانتيك الأمريكي قال بأن الاضطرابات في البصرة يعكس تغييرا في المجتمع العراقي، حيث لن يتحمل الشعب بعد ذلك حكومة غير خاضعة للمساءلة. ولفت الموقع إلى أن المتظاهرين يتهمون المسؤولين الحكوميين بالفساد والتسبب في انهيار الخدمات والتلوث في مياه الشرب، الذي أسفر حتى اليوم عن إصابة أكثر من 90,000 من مواطني البصرة بالتسمم. وأضاف الموقع بأن طول مدة الاحتجاجات في البصرة وتطور هذه الاحتجاجات يدل على أن المواطنين في المدينة لن يكونوا راضين بإنصاف الحلول ولن يتنازلوا في مواجهة القمع الحكومي. معنا اتصال سامي من بغداد، تفضل سامي. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بيك. شلون صحتكم؟ شلونكم؟ جميل. وسهلا بك، الله يسلمك وإدارة القناة. استاذ عمر أرجوك بلا زحمة عليك بس لا تقطعني، يعني أنا بس أكمل فكرة هيك. تفضل تفضل. يعني الله يجزيك فضلك استاذ عمر، يعني إذا أقول بعد يعني حكم يعني سني صار فوق المئات السنوات، تخريب العراق وتشريده
ولا لا شوارع لا مصانع لا شيء. بعدين يعني تمنى خير يعني من ما شاء الله اخواننا الشيعه اتوا بعد 2003 وتمنى خير، قلنا يا الله يعني كانوا على طول النظام الصدامي والنظام الهندي والنظام الباكستاني ما افتهمنا. وصلت لاخواننا الشيعه ماكو اتعس ناس حكموا العراق مثل هؤلاء المجرمين، وهم هم احنا ما قلنا، هم قالوا احنا شيعه واحنا كذا واحنا نحب اهل البيت وكذا. هاي بالله عليك بالله عليك يعني كيف الشعب العراقي يسمح لمجموعه اول شيء سراق زين وبعدين وراها قتله، لان تعرفوا تعرف فرق الموت، وبعدين يعني شكوا مجرم يعني هم اصلا ما كان لهم لا راس ولا اساس في المجتمع اصلا. الوحيد اللي كلهم استفادوا طبعا من النظام الصدامي وكذا، كلها تخرجت وكلها حصلت هندسه وشغلات كلها استفادت من العراق. هذا العراق المخرب قبل اخواننا الشيعه بعد 2003 كان العراق مخرب، هم استفادوا درسوا بالعراق. هذا العامري عنده شهاده مواتينا من هناك، بس والوحيد اللي شويه براسه خير وكمل يعني هذا المالك اللي كان معلم زين. وبعدين نعم. بعدين بالاخير لما اتوا راحوا اخذوا هذا اخذوا فد 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 شو اسمه سامعك تدريس كامل من ايران اللي احنا اصلا 9 سنوات نقاتلهم وجابوهم. نعم. انظر انظر ماذا فعلوا بالعراق. شوف اصلا يعني كل الامريكان اصلا قاموا يكرهونه، لان تحولت هاي الفضائيات والشغلات مال الفضاء كلها من العراق، تنطلق من البصره الى القمر الى القمر والى المريخ والى كذا. يعني ما ادري العالم كله حاسدنا على التطور هذا الهائل، على النظام الصحي الموجود في العراق، على النظام الصناعي. يعني انا اذا تعجب على هيك شعب نايم يقول لك ماكو انطي لطم ونطي اربعينيات الحسين وخلص وعد. هم نفسهم هم يقول لك لا يابا ايش ذابح نفسك شو كاتل نفسك وكذا انطي شويه شو اسمه انطي شويه تم نطي هاي الشكل ذولا هاي الشكل واحنا البقيه نستلم واحنا البقيه احنا اصلا نسيطر على العراق كلها. شوف ايش عملوا بعدين بالاخير كله 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 تخريب وتدمير واهانه للشعب العراقي. وهالشمس شو مسوين؟ راحوا جابوا ميليشيات كلها تابعة لإيران. إيش قد مجرمين أنا هيك شعب ما شايف هيك واحد يوقف مثل هذا الخزعلي ويقول إحنا نكره العراقيين، إحنا لا لنا أي شغلة بالسستاني ولا محزونين، بس لما نريد نستخدمها المرجعية الرشيدة، ولا إحنا هذا خامنئي على رأسنا ورجليه فوق رأس كل العراقيين. يا اخي شلون بلد هذا؟ شلون هيك ناس يبقون يتمشون بالعراق وهم شو اسمه امنين؟ كيف؟ يعني شوف ايش سووا هسه سابقا، سووا مساله الحكيم وسووا راس السلطه وسووا مثلا قائد ضروره وهو عنده كم واحد يجزهم وهو قاعد بش اسمه بعرينه هناك قاعد بقصوره. هسه الخزعلي وربعه ومجرمي ايران كليتهم والميليشيات كلهم هسه صاروا قوات ضروره وكلها قاعده مكاناتها وكلها احترام وتقدير وكذا. والشعب والبلد خربان يا اخي. هؤلاء لا يرهم اي شيء، لا مظاهرات ولا شيء ولا كذا. هذول يكرمك الله تعذرني، هذول بالقنادر يا اخي. من يشوفه اذا هو رجال ويشوف الشعب العراقي مثلا هذا، خليه يطلع وحده، خليه يتمشى غيره لو العامري لو غيره، خليه يتمشى بالليل بغداد وحده زين. هاي المشكله مو هي هاي المصيبه السوداء. انه هؤلاء كلهم تابعين لايران ويبقى العراق تابع الى ايران، وما طول هؤلاء موجودين هالسراق والحراميه والقتله، واي واحد ناشط يتحدث يقتلوه. لا بعد العراق ما بيها مجال الا هذول يندعسون دعس يا اخي العزيز. أنا أشكرك سامي من بغداد. كان معنا زعيم حزب الفضيلة السابق نديم الجابري، الدكتور نديم الجابري، قال بأن المشهد السياسي في العراق لن يتغير كثيرا، كما أن الخطاب السياسي في البلاد يعاني من الازدواجية. خلونا نستمع إلى مقتطف زعيم حزب الفضيلة السابق نديم الجابري. يعني بلا شك
يعني ما لغة أو مفردات التفاؤل اللي يطلقها الجمهور في بعض الأحيان بسبب اختيار الوجوه الجديدة، أنا أعتقد هذه ليست في محلها. لن يتغير المشهد كثيرا، والحديث عن دولة المواطنة والابتعاد عن المحاصصة وعن دولة المكونات هذا يعني خطاب سبق الانتخابات، وربما لا يزال أيضا يطرق، لكن تعرفين حضرتك أن الخطاب السياسي دائما يعاني من الازدواجية، يعني يتحدثون بشيء ويطبقون شيئا آخرا. نعم، إذا لن يتغير الكثير في الحكومة الجديدة. كما أشرنا بأن النائب عن كتلة صادقون التابعة لميليشيا العصائب نعيم العبودي قال بأن أي مستقل سيتسلم منصبه في الحكومة القادمة سيفشل. أوضح العبودي بأن المستقلين أثبتوا فشلهم كما يقول، لذا فإنهم سيكررون فشلهم في الحكومة المقبلة، وأكد بأن القوى السياسية لن تدعم أي حكومة من خارجها. يأتي هذا بالتزامن مع دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لبقاء وزارتي الدفاع والداخلية تحت تصرف رئيس الوزراء وعدم تسليمها لأي مرشح حزبي كما قالوا. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيش. تحياتي لحضرتك ولقناتكم الشريفة وللعراقيين. أهلا بيش. أستاذ، العراق بأكمله هو عبارة عن خزينة بنفطه بثرواته بمعادنه بزراعته بكل شيء. فمن جاء ألغوا نظام صدام وجاء عندنا نظام الحكم ما أدري شو اسمه نسيته، يعني أول ما بدأوا بثروات العراق من الاحتلال والسلطة السياسية. طبعا هذا اتفاق ما بين الاثنين، يعني مثلا نشوف انه العراق من راح السلطة صدام أول ما رادوا النظام مجلس الحكم إنه يقوم بعملية تجديد الأعلام العراقية بأعلام جديدة، وتفاجأت الشركة الهولندية بعد الاتفاق معها إنه الأعلام هي كلها قديمة. وين راحت الفلوس؟ 2 مليار أخذتها أمريكا باعتبار إنه نقل السلطة من صدام إلى نظام الحكم الجديد. من 2003 إلى هسه إلى الوقت الحاضر العراق يعني نهبت ثرواته كلها، والشعب العراقي هو صاف يباوع على ثروات اللي موجودة، تروح إلى الخارج وتروح إلى الاحتلال وتروح إلى ناس ما يستحقون الحياة، وتركوا الشعب العراقي في حالة جوع وحالة يعني. أستاذ، إحنا كعراقيين من نشوف إنه هاي الثروات كلها تنهب، خاصة هسه عندنا من جاء نور المالكي كل ثروات البلد وكل البنية التحتية اللي موجودة في العراق وخاصة في المحافظات اللي المنتفضة كلها نقلت، المصانع والشغلات الصناعية كلها ذهبت إلى إيران، كل الموارد الاقتصادية إلى إيران، استغلوا النفط في بيع بسعر كلش قليل إلى الدول والشركات ذات المصالح. انقطع الاتصال مع أبو عبد الله من بغداد. طبعا اليوم مصادر طبية أكدت ارتفاع معدلات التلوث والإصابات بأمراض السرطان في محافظة البصرة بسبب الغازات المنبعثة من الحقول النفطية. المصادر أشارت إلى أن قرابة 70% من أسباب الوفيات في قضائي المدينة والقرنة سببها الملوثات والغازات النفطية في مناطق لم ينعكس غناها بالنفط على واقعها الخدمي بحسب هذه المصادر. طبعا في موضوع آخر، موضوع يعني الناشطين في البصرة، النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني أكد بأن 13 ناشط في التظاهرات ما زالوا معتقلين في السجون بسبب دعاوى رفعتها عليهم ميليشيا حزب ثار الله. وقال السكيني بأن مذكرات القبض غير صحيحة ومسيسة لأن هؤلاء الناشطين سلميون، وأكد استعداده للمثول أمام المحكمة الاتحادية وتأكيد سلمية المتظاهرين. نعم.
وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها على موضوع التعويضات والأموال المخصصة للنازحين إن كان في محافظة نينوى أو محافظة الأنبار، وكذلك تحدثنا عن تشكيل الحكومة الجديدة، ويعني العصائب صرحت بأنه لن يكون هناك مستقلون، وإذا وجد وزراء مستقلون في هذه الحكومة سوف يكونون من الفاشلين كما وصفتهم كمن سبقهم، ومعروف بأنه الحكومات السابقة في العراق لم يكن فيها وزير مستقل، كلهم كانوا مرشحين من قبل الأحزاب الحاكمة وعلى رأسهم حزب الدعوة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.